السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم درس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الأزمنة في اللغة الإنجليزية، وهو زمن سهل جدا، Past Perfect، الماضي التام. أي زمن في اللغة الإنجليزية يجب أن نعرف عنه سبع أشياء. لازم نعرف Form of the Verb، يعني شكل الفعل، Use، متى أستخدم هذا الزمن، General Rules، قواعد عامة لهذا الزمن، Question، كيف أشكل سؤال، Short Answer، كيف أجيب إجابة قصيرة، Negative، كيف أنفي الجملة، Adverse، الظروف. إذا بهذه الطريقة أستطيع أن أتحدث وأكتب عن أي زمن بكل سهولة. إذا سبع أشياء تخص كل زمن، كما درسنا كل زمن على حدة بهذه الطريقة، بحيث نغطي أي معلومة تخص أي زمن في اللغة الإنجليزية. نبدأ بشكل الفعل. تختلف الأزمنة فيما بينها بشكل الفعل. ما يكون اختلاف بالفاعل؟ ما يأثر بالجملة؟ تكملة الجملة أيضا؟ إذا اختلاف بين الأزمنة بشكل الفعل، مثل بالعربي نقول سأذهب، لقد ذهبت، ذهبت، أنا ذاهب، وهكذا. أيضا باللغة الإنجليزية يختلف أو تختلف الأزمنة فيما بينها بشكل الفعل. بالباست بيرفكت، بالماضي التام، بيكون عندنا الفعل مكون من جزئين، الجزء الأول had، والجزء الثاني verb 3 أو نسميه past participle. إذا اسم المفعول أو التصرف الثالث للفعل أو الشكل الثالث للفعل. كما نعلم أنه كل فعل له ثلاث أشكال، مثلا عندنا الفعل eat، يأكل، هذا الشكل الأول بالمضارع البسيط ate، أكل. بالماضي البسيط eaten، مأكول، نستخدمها مع الأزمنة التامة، مع المضارع التام، مع الماضي التام، مع المضارع التام المستمر، وهكذا. إذا مع الأزمنة التامة نستخدم الفعل بالتصريف الثالث. إذا جزئين، had والفعل بالتصريف الثالث. إذا هذا شكل الفعل. I had eaten a big apple. لاحظ ممكن نسأل شخص وين الفعل، ممكن يقول eaten، وهذا خطأ. الفعل بالماضي التام مؤلف من جزئين، الجزء الأول had، الجزء الثاني الفعل بالتصرف الثالث، وهذا الجملة eaten. ممكن شخص يسأل طيب ماذا نسمي had eaten مع بعض؟ نسميها verb، فعل، الجزئين. طب eat لحالها نسميها main verb، اللي يعطي معنى للجملة، يعطي معنى للجملة. لقد أكلت تفاحة كبيرة، نترجم had بلقد. He had cleaned the car، لقد نظف السيارة. أيضا الفعل had clean هو main verb، فعل رئيسي. كما نعلم عندنا نوعين من الأفعال، فعل regular، إذا فعل نظامي، فعل regular، فعل شاذ. ماذا يعني نظامي؟ عشان نحول من الحاضر إلى الماضي نضيف له دي أو إي دي. الشاذ ممكن يتغير حرف، حرفين، وهكذا. مثل عندنا فعل go يصبح went، gone، تغيرت الكلمة بشكل كامل. هنا أضفنا إن إي، هذا فعل شاذ، لا نستطيع أن نكتب good بهالطريقة هذه، هذا خطأ. الفعل النظامي فقط نضيف له دي او اي دي، مثل عندنا الفعل لايك منتهي بإي، فقط نضيف له دي، لايكت، اذا احب. ايضا التصرف الثالث منه لايكت، دائما الاي دي بتكون بالتصرف الثاني والتصرف الثالث للفعل. عندنا الفعل وونت، يريد، لاحظ لا يوجد اي، عندنا نضيف اي دي، وونتد، wanted، أراد. أيضا التصرف الثالث wanted. إذا دائما الإي دي بالتصرف الثاني والتصريف الثالث. لاحظ الفعل clean ينظف، الماضي منه cleaned، الverb 3 أيضا cleaned. ننتقل على الاستخدام، متى أستخدم الباست بيرفكت الماضي التام؟ للماضي التام استخدامين، أو بالأحرى هو استخدام واحد لكن نتكلم عنه بالتفصيل. أول استخدام to talk about an event which happened before some other
past events يعني تحدث عن حدث وقع أو حدث قبل أحداث ماضية أخرى. يعني في عندنا حدثين أو ثلاث بالماضي، الحدث اللي وقع قبل نستخدم ماضي تام، مثل هذا الحدث وقع الساعة 10 أو الساعة 10، هذا الحدث وقع الساعة 10:30. الحدث الأول نستخدمه had verb 3 يعني ماضي تام، والحدث اللي بعده نستخدمه verb 2 يعني ماضي بسيط. الحدث الأول بيكون ماضي تام، الحدث الآخر بيكون ماضي بسيط. إذا حدثين وقع في الماضي وانتهى في الماضي، الأول نستخدم الماضي التام والآخر بالماضي البسيط. لاحظ الجملة هذه: When we got to the station, the train had left. يعني عندما وصلنا got عندما وصلنا إلى المحطة غادر القطار أو كان القطار قد غادر. لاحظ عندنا مغادرة القطار مثلا الساعة 11 وإحنا وصلنا 11:15. الحدث الأول بالماضي التام وهو مغادرة القطار نستخدم had left. الحدث الثاني وصولنا إلى المحطة هو الحدث الثاني، وصلنا 11:15 إذا نستخدم ماضي بسيط. إذا الأول ماضي تام، الثاني نستخدم ماضي بسيط. He didn't know that she had a baby. أيضا عندنا إنه ولدت طفل وأيضا لم يعرف. إذا الحدث الأول هو had. الحدث الأول هو إنه ولدت طفل، الحدث الثاني المعرفة didn't know. إذا هذا ماضي بسيط، الحدث الأول الولادة أو ولادة طفل. طبعا had احنا نعرف have و has، التصرف الثالث منها had، والتصرف الثاني أيضا had. الاستخدام الثاني هو نفس الأول بس لزيادة التوضيح. We use the past perfect and the past simple in one sentence to show the order of past events. نبين ترتيب الأحداث الماضية. يعني عندنا حدثين كما قلنا، حدث أول حدث ثاني. الحدث اللي وقع بالأول بيكون past perfect، الحدث الثاني بيكون past simple. إذن نبين ترتيب الأحداث. عندنا جملة: The film had already started when we arrived. لقد بدأ الفيلم عندما وصلنا. بداية الفيلم had started، إذا هذا ماضي تام، إذا الحدث الأول إنه الفيلم بدأ. الحدث الثاني وصولنا، مثلا وصولنا الساعة 12 والفيلم كان بادئ الساعة 11:45. إذا الحدث الأول بيكون ماضي تام والحدث الثاني بيكون ماضي بسيط. إذا نستخدم ماضي بسيط وماضي تام بنفس الجملة نبين ترتيب الأحداث، أي حدث وقع. أيضا نستخدم ماضي تام لنبين كما قلنا ترتيب الأحداث. أيضا إذا كان الأحداث مرتبة لا تحتاج إلى تمييز بشكل أكثر، يعني واضح أن هذا الحدث الأول الثاني، لا نحتاج أن نستخدم ماضي تام، نستخدم ماضي بسيط وانتهينا. لكن إذا أريد أن أبين ترتيب الأحداث أي حدث وقع بالأول أستخدم ماضي تام وماضي بسيط. إذا ممكن ما نستخدم الماضي التام إلا إذا أردنا أن نبين ترتيب الأحداث، الحدث اللي وقع بالأول الحدث اللي وقع بالثاني. General rules، الشيء الثالث عن كل زمن لازم نعرف قواعد عامة عنه. كما قلنا شكل الفعل بيكون had والverb 3 الفعل بالتصريف الثالث أو الشكل الثالث للفعل. كما قلنا عندنا go gun went بالتصريف الثاني، إذا التصريف الأول الثاني والثالث. ننتبه had مع كل الضمائر، مع I he
she, it, we, you, they. أيضا كان اسم مفرد مثلا أحمد had. إذا كان جمع كلمة people ناس أيضا had. إذن had تستخدمها مع كل الضمائر، مع المفرد ومع الجمع. إذن كما نعلم have و has بالشكل الأول، الشكل الثاني had، وأيضا الشكل الثالث had. إذن have has الماضي منها had، والتصرف الثالث منها أيضا had. لاحظ الجملة هذه I had had my lunch، لقد تناولت غدائي. والجملة الثانية I had eaten my lunch، أيضا لقد أكلت أو تناولت غدائي. كما نعلم أنه have و has يأتي مع معناها يملك، أيضا يشرب يأكل، مع الشرب يشرب، مع الأكل يأكل. I had had، لا أقول لقد ملكت غدائي، لقد تناولت غدائي. إذن الشكل الأول هو had، أو القسم الأول من الفعل هو had، والتصرف الثالث من have و has هو had. أو ممكن نفس الجملة بدل عن had أستخدم eaten. eat يأكل، eat أكل، eaten مأكول. إذن التصرف الثالث للفعل كما استخدمنا التصرف الثالث من have و has، أيضا نستخدم التصرف الثالث من eat. I had eaten my lunch، لقد تناولت غدائي. الجملتين صحيحة. لتشكيل سؤال فقط نضع had في بداية الجملة. نعد had فعل قوي أو فعل مساعد. لماذا سمينا فعل مساعد؟ لأنه يساعدنا على تشكيل السؤال والنفي. إذن فقط نضع had في بداية الجملة. He had written a new story، لقد كتب قصة جديدة. نترجم had لقد، فقط نضع had في بداية الجملة تصبح had he written a new story. had he written a new story، هل كتب قصة جديدة؟ فقط وضعنا had في بداية الجملة، وانهينا الجملة بعلامة استفهام هل، ونترجمها بهل. they had bought a car، أيضا نضع had في بداية الجملة تصبح had they bought a car. وضعنا هذا في بداية الجملة، نهينا الجملة بعلامة استفهام. هل اشترى سيارة بدون أي تغيير في الجملة بشكل سهل. إذن تشكيل السؤال بالماضي التام فقط نضع had في بداية الجملة دون أي تغيير، وننهي الجملة بعلامة استفهام، ونترجم had في بداية الجملة بهل. ليه؟ الإجابة إجابة قصيرة سهل جدا. فقط had she نقلبها تصبح she had، had they تصبح they had. had she cleaned the kitchen، هل نظفت المطبخ؟ نضع yes كما full stop، no كما full stop. had she تصبح she had، no she had didn't or had not. إذن had not نختصرها hadn't، بدل حرف الأو نضع apostrophe بعدين تي. دائما الفعل مساعد الذي نسأل به نجيب به. شفت had بداية الجملة أجيب بهاد مع كل أزمنة. شفت do أجيب بدو، شفت does أجيب بdoes، was was، وهكذا. had they played football، أيضا نضع yes full stop، no كما full stop. had they أيضا نقلبها تصبح yes they had، no they hadn't. had they played، هل لعبوا؟ نعم لعبوا، كلا لم يلعبوا. دائما فعل مساعد الذي نسأل به نجيب به، أو هنا بزمن المضارع التام نسأل بهاد، الإجابة راح تكون بهاد. وكما قلنا مرارا وتكرارا الفعل المساعد الذي أراه في بداية الجملة أجيب به. لماذا يا أستاذ؟ لأنه ما أغير زمن الجملة، سألني بالماضي التام أجيب بالماضي البسيط، سألني بالمستقبل أجيب بالمضارع البسيط، سألني بالمستمر أجيب بالماضي. إذن دائما أجيب بالفعل المساعد نفسه لكي لا أغير زمن الجملة، الزمن الذي يسأل فيه أجيب به. لنفي الجملة بالماضي التام بشكل سهل فقط
بعد هاد نضع نوت نختصرها هاد انت بدل حرف الاو نضع بوستروفي بعدين تي. هي هاد لسند تو ميوزك لقد استمع للموسيقى نريد ان ننفيها فقط نضع نوت تصبح هادنت. هي هادنت لسن تو ميوزك لم يستمع اذا ترجمها لم يستمع للموسيقى. يو هاد واتش ذا ماتش لقد شاهدت المباراه فقط نضع نوت تصبح يو هادنت واتش ذا ماتش لم تشاهد المباراه. اذا بشكل سهل جدا فقط بعد هاد نضع نوت ونترجم هاد بلم. Adverbs الظروف التي تأتي مع هذا الزمن أو الدلائل عندنا before, after, when, already. إذن هل التي تشير على أحداث. She had met him before the party. لقد قابلته قبل الحفلة. إذن الحفلة مثلا بدأت الساعة 11 وهي قابلته الساعة 10 وهي قابلته الساعة 10 40 45 دقيقة. الحفلة بدأت الساعة 11 والمقابلة كانت الساعة 10:45. الحدث الأول ماضي تام، الحدث الثاني بيكون عندنا بالماضي البسيط. طبعا هذا يدل على أن الحدث بدأ لاحقا. بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم، تكلمنا عن الماضي التام كيف شكل الفعل، أيضا استخدام قواعد عامة تخص هذا الزمن، كيف شكل سؤال، كيف أجيب إجابة قصيرة، كيف أنفي الجملة، وما هي الدلائل والظروف التي تأتي مع هذا الزمن. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.